جانا محتوى جديد. السلام عليكم كاتكاتك وش اخبارك تمام ازيكم مرحبا. اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ رياكشن على مين؟ على بيسان اسماعيل. مخطبت يا جماعة والله العظيم مخطبت. يعني ايش؟ الله ما ادري. يعني اكلناها حرفيا. No, yeah. تجيك محتويات تقرب. No, God, please, no. استغلال. بكرة تشوفون. فلا تنسوا لايك واشتراك حتى تنجو تحصلون غصة بناء عليها كامل. تابعوني على سناب بعد. صلوا على النبي سبحان الله وحمد سبحان الله العظيم. ليتس جو نبدا المقطع. Let's go. اوكي اول شيء يا صراحه بدي اعلق على القناه ما ادري ليش. انا ودي اعرف مين مسوي لها البانر. انا مسوي لها يضحك عليها او انه هي مسويتها بين حاطه بيسان اسماعيل قد راسي. انا حاطه بوليفارد الرياض بس شالته ليش ما تعرف تعيده. هذا تعريف انا. اهلا اسمي بيسان مواليد 30 عمري 20 سنه تقريبا من سوريا ومقيمه في ادلب. راح اشارككم احلى الاغاني ويومياتي وبعض السكتشات والتحديات. تمرق على القناه اوكي فيش فيها اي سكتش. هذا هو مقطعها. خلونا نشوفه ونعطي عليه رياكشن طبيعي 100% ان شاء الله. طبعا نسيت اقول لكم انه المقطع انه شفت جزئيه منه في قناه عمر ابو الروب كذا اسمه. انا ما تابع صراحه بس شفت هذا اللقطه وصراحه جاب لي محتوى. ليتس جو. بلشنا اليوم. انا ما اعرف احكي شيء اوكي. ركزوا معي وحسوا بمشاعر اللي انا بحسها اليوم. هي هو بدي افهمكم اول مره. حتى هي انه مو مقتنع انه هو حتى هو رجال. استغرب. اما اقصد شيء بس هي بنفسها قالت هي بحكيك. استنوا 1 2 3 اوكي اليوم. طبعا تقول اول مره بحكي هيك. ندخل على قناه بيسان اوكي. هي تقصد الخطوبه يعني اول مره. طيب اخيرا خطبت بيسان اسماعيل صدمتني. هذا اول مقطع. شوف اللي باقي. طلبت بيسان للزواج شوف ردة فعلها. سألنا انس وبيسان عن خطوبته وانصدمنا من ردة فعل انس. واخيرا اكبر فرحة انا وانس لا تفوتكم. اخيرا اكبر فرحة بحياة بيسان لا تفوتكم. ابغى قناة انس الشايب. طبعا ما علينا من الثامنيلات كلها الله يلعنها عشان زادت مشاهدات. طبعا هذا يتضح من كلام بيسان انه كل اللي كانت تقوله كذب. وانا اامل ان شاء الله انه هذا المقطع يكون حقيقي. يعني من طلب العلا ارتفع علي عليا. طلبتي هيك بيقولوا صح. اليوم طلبتي وجايين اهل العريس ويطلبوا ايدي صح مو انتوا هيك بتحكوا. بدي اقدم القهوه ومن هالحركات. هذا الاوتفيت تبعي. انتوا هيك اللي بتحكوا. حسست انه هي اغريقيه. هي من الموزمبيق. هي من الهنود الحمر والصفر والزرق. ان هي ما تدري يعني مضيتي عايشه بتركيا لما اذنتي طلعنا مشاهدات من عيونك وانت عايشه بتركيا. وتركيا اكثر شيء مشهور فيها هي هاي الحركه. الطلبه والقهوه يحطوا الملح اوكي. قولوا لي اذا بيعجبكم او لا. انا كثير حبيته بصراحه وحسيته كثير ناعم وحلو لهالمناسبه. سو هلا جهزنا كل شيء برا. الزينه الحلويات العطور كل هالاشياء ليك برا. وبس نحن هلا عم نستنى الناس اللي رح تجي. انا كثير متوتره اول مره بحس بهيك توتر. عم ارجف. حلو هذا اول كبرت على غني. استغرب عظيم. احس بيسان ما توفقت. طبعا علينا قاعدة تتنكس. اوه والله ما شاء الله عليه شخصية لا دقن لا شارب. استغفر عظيم. طبعا بعرفكم على خطيبها. نكتب هنا من هو. محمود ماهر خطيب بيسان اسماعيل. محمود ماهر خطيب بيسان اسماعيل هو شاب سوري موهوب ومبدع في عدة مجالات. يعرف بأنه تيك توكر مشهور وعرض أزياء للرجال. في عرض أزياء للرجال على حد علمي بس للنسوان. ولد محمود في عام 2003 مما يعني أنه يبلغ من العمر تماما مثل بيسان. وهو يقيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة شغل حقه حيث يستمر في بناء مسيرته المهنية والتألق في عالم الحضور الرقمي. ودهجون عليه وينه؟ ها دهجم عليه. في كلمة ودي أقولها بس أقول حرام. استغفر الله العظيم. الدحجون عليه زيه زي بيسان. ما في أي فرق أبدا. له مبدع وله عرض زي رجال. هو بيسان يعني. طبعا ما شاء الله الحاجب. طبعا أنا أخس هو حاجب بالحياة كلياتها بس هو أخس مني. طبعا حواجبه ليش حواجبه ها زي جسر الفرات. نشوف الصالون قديش مزين. حلو هذول الحلويات شايفين والورد. وهون كمان شوفوا بيسان محمود. الله والله انا كثير بحبها. وكمان بدي اورجيكم اطلالات اليوم. جاهزين تشوفوا اطلالات اليوم؟ تفضلوا. اوكي اول اطلاله عندنا واللي هي افخم اطلاله بصراحه. تفضلي مامي.
دعجم عن أمها. طبعا وجهة نظر انه واحدة من اثنين، يا امها مشاركتها بالنصب والاحتيال شهرة وما شهرة، او يا ان الموضوع رسمي انه امها طلعت. بالعادة امها ما تطلع خالص. والله دوري دوري دوري. لا مش هيك، بالعكس هيك. ايوه واو، حبيت اطلالة ماما. ماما شو احساسك اليوم؟ وعندنا الاطلالة الثانية لليوم اللي هو ضيف كان زمان ما زارنا وما شفنا، ابو النور. لك طالع عريس يا ابو النور. اسيب اهلا لكم، خلص ودعت وسلمتوا بعض. يا الله يا جماعه، شعورنا كنا اليوم غريب، مو بس امي، حتى رسالة اليوم شعور. صديق من قال انه اذا ماتت الام تربيه الولد راح تقل، واذا مات الاب الولد ما راح يطلع رجال. حرفيا في ام ما تربي رجال، بس كثير كثير انه الرجوله تتربى مع الاب. انا ما قصدي اي شيء، ما قصدي اي شيء، بس هذه مقوله احب اقولها. انت شعورك نوار، يعني انت مبسوط. مبسوط؟ واو الحمد لله. طبعا هذا ما تعرف اذا هو محمر ولا منمر ولا المقطع زبالة. المقطع اخراجه تعبان، يعني انا مقطع اخراج مقطعي زبال ادري، بس انا عندي 2000 مشترك، هي عندها 10.5 مليون. يعني بالنسبة لها يعني افضل كاميرات وافضل شيء، يعني بدي اقل شيء في اليوتيوب هي وذاك اللي كان معهم مدري ايش اسمه، يعني شغلتهم بس الوحيدة فيكم بالعناوين بس. من 3 اشخاص. وعندنا كمان حدا من عائلتنا كثير بنحبه وقررنا انه يكون معانا بهالمناسبة الكبيرة. مثل بابا، اكيد هو مثل بابا. لا تكبروني لا تكبروني. الله عم امجد كبراي الثاني. استغفر الله يا اخي، يا اخي اللهم لا شماته يعني. بس هاي اي بنيه ما سوت لك هاي شو اسمه، اعرف انه ما وصلت لها حضاره. الحمد لله انه في عندنا ناس ما وصلت لها حضاره. الحين نروح على مين؟ دخول محمود. ما اقدر اصفق عشان ما يجي ابوي يصفقني. طبعا اخذ شيء هذا انك تفوت تسلم على الكل، اقسم بالله العظيم تحس حالك مدري شنو. يما دحجي دحجي، لا دغين لا شارب لا شيء. يعني الشيء الوحيد اللي عندي انه هو عنده طاقه، انا ما عندي، انا قاعد البس قميص لاخوتي بس دحجي. يعني شارب ما يبين، عمل اني حاط شو اسمه معبي ام التصوير فلاتر. شوف 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 تقنو شارب جوزين انا واخويا، ما عندنا شغله. هذول اسمهم دموع الفرح. لا مبسوط. لا ما تبكي. ان شاء الله بتهنى يا رب. انت رجال ما تبكي، الفرحة دموع الفرحة ما تجي للنسوان. الرجال ما يبكي اذا كان ميت له شيء حدا، هنا يبكي. دموع الفرح ما دموع الفرح هذه ما تصير الا للنسوان. قصة انك تسوي زي الامريكان دول انه يبكي بعد ما يتزوج، لا ما تحسسني انه يعني بنيت لها واحد من اهرامات مصر عشان انه يعني صعبت عليك وخذيتها وفرحت. راح تخطبت اثنيتكم مشاهير، يعني صار لك تحضن بيها 40 سنه. استغفر الله. ما شاء الله وقت مزيد، ما شاء الله زنجير. الياقر زيت الفرقة ترجع وطلع من شان العين. يلا ما حسيت بالبلد. لا ما فيش. لا كنت بعيد. ايش فعل ايش فعل عزم؟ لا طيبة والله. شكرا بيسان. شكرا بيسان. طبعا هذه تجي قم طد البلح. زي دول يقولون صورني عطواني صورني انتصت. خطبها وخلصت. انا ما ادري ايش حس انه العريس داخل اليوتيوب كيف تخطب في 5 دقائق حرفيا، لانه ما قاعد يعرف يسوي ولا شيء. بس ما ادري صغير. اوكي هذا اول شيء. ثاني شيء، شنو رايكم نحول على محمود نفسه، نحول على قناه محمود اسمه محمود اسمه محمود ماهر، نحول على قناته ونشوف ونبصص.
ماهر نعت على شوية رياكشن. هذا هو محمد ماهر بنسبة 100,000. أيوة عنده 5,000,000. الموضوع مو بسيط مستر سلطع. سوال في هذا علينا تعكر هل يوجد حب في قلب فيصل؟ نطلع عشان ما ناكل كوبي رايد ولا ناكل اي شيء لانه مو فاضي. الحين انا بجي على رايي الشخصي. رايي انا رايي ما لك دخل. بالنسبه لمحمود والبيسان اذا كانت حقيقه الله يهنيكم، واذا كانت ما حقيقه انا ما لي علاقه برضه الله يهنيكم. بس لو يرجع الموضوع لي والله والله مستحيل اخذ وحده زي بيسان. وحده ما خلت حدا ما زورت معه، ما خلت حدا ما سويت معه مقال وما ادري شنو. بالنسبه لي انا مشهوره ما راح اخذ اصلا. طبعا هذا رايي ما حد له دخل فيه، رايي انا الله يهنيكم. ولا حد يقول عنهم صغار، لانه كثير ناس تزوجتهم صغار، كثير ناس راح تزوجتهم صغار، كثير ناس تزوجت وهي صغار، كثير ناس شك امام شاح مشح. هذا لما تصور الساعه 12 بالليل. الى هنا كثرت الحلقات، سوى لايك واشتراك وحسابات موجودة على صندوق غصب، تابعنا عليه كامل، تابعني على سناب بعد، وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. بيسان ترى انا ما العلاقه خلاص، مقطع وصار وقلنا اللي قلنا وراح، ما ناقصنا. اوكي ترى انا ما اعرف اسوي رياكشن، ابدا ما اعرف اسوي رياكشن، كل اللي اعرف اسويه اني اتنمر، وان شاء الله بالمقطع هذا ما اتنمر. ف مع السلامه.